مساء الخير عليكم واهلا ومرحبا بكم، تحيه خاصه للمشاهدين والمستمعين والمتابعين. اهلا بك. يعني من خلال رصدكم اليوم، كيف هي حركه الشارع، الاجراءات الامنيه في مختلف الشوارع، يعني مجمل ما رصدتموه من مشاهدات؟ نعم، مظاهرات اليوم يمكن هي مظاهرات اليوم على غير العاده كانت مختلفه. تجمع المهنيين ولجان المقاومه اعلنوا عن جدول لتظاهرات في خلال شهر يناير، 6 تظاهرات. مساء الامس او نهار الامس اعلنت لجان مقاومه منطقه الدين عن مليونيه لليوم، او مظاهرات اللي اطلقت عليها مليونيه الصدمه او مظاهرات الصدمه. وحقا هي كانت صدمه حتى للمتابعين للمشهد السياسي، لانه لجان المقاومه كانت هي تأتمر بأوامر تجمع المهنيين وقوى الحكمية والتغيير أو مجموعة الأربعة أو الثلاثة المعروفة. هذه التظاهرات أربكت المشهد السياسي والمشهد الأمني. كما تعلم أن السلطات الأمنية يعني ابتكرت أساليب جديدة في إقلاق الكباري وإقلاق الجسور عبر الحفريات والكونتينرات الكبيرة، إضافة لوضع الكتل الخرسانية والأسمنتية. اضطرت السلطات الأمنية لأن تعيد الحاويات من أماكنها التي يعني أعزتها إليها لتقوم بإغلاق الجسور والكباري. 8 جسور بولاية القرطوم تم إغلاقها تماما باستثناء جسر الحلفاية وجسر صوبة. ايضا كذلك يعني قامت السلطات كاحتراز امني لنهار اليوم مختلف. كانت السلطات تقطع اتصالات منذ الليله، ولكن اليوم تم قطع اتصالات بعد 10 و11 الساعه 11 صباحا. المظاهرات بصوره كبيره انطلقت في منطقه الدين، منطقه داشدار اللي هي منطقه لجان المقاومه التي قامت بالدعوه للتظاهر، وانطلقت صوب الخرطوم. وجهتها الرئيسيه هي القصر الجمهوري. ويبدو ان لجان المقاومه والثوار والمتظاهرون يعني يصممون على الوصول لساحه القصر الجمهوري والاعتصام حولها لمطالبه بتنفيذ مطالبهم، اسوه بالاعتصام الذي قامت به مجموعه قوى الحريه والتغيير والتي تسمى مجموعه تصحيح المساء. المظاهرات اليوم كانت في مواقع متفرغه في ولايه الخرطوم. وسط الخرطوم التجمع كان في منطقه الدم ووصل الى منطقه القصر الجمهوري، ويمكن تم فيها يعني حرق مركز شرطه سكه حديد وإتلافه تماما، واصابات مختلفه ما بين في اعضاء ما بين قوات الشرطه وبعض المتظاهرين. اطلقت القوات القاده المسير للدموع بكثافه كبيره جدا. ايضا كذلك منع المتظاهرون عربات الاطفاء للوصول لاطفاء الموقع. يمكن في السابق كان تبرعت لجان المقاومه وتبرعت تجمع المهنيين من حرق اقسام الشرطه، واعدوا ما يعني انا ما اعتبره بروباغندا في انضمام في المباراه قبل الماضي بحمايه القسم يعني خلق جدار بشري وسور بشري حول القسم، ولكن عاد الثوار في هذه المتظاهره واحرقوا قسم شرطه السكه حديد. كذلك المظاهرات كانت في انضمام عنيفه جدا في منطقه شارع الأربعين.